3-2-1 توصل التدريبات في الحديقة تحت إشراف المدرب سعيد السيبي تقريبا اكتمل النصاب والتحق جل اللاعبين بالتدريبات ما عدا الحارس معز حسن وتوفيق الشريف واليون مباتي وآدم أجواء حمثاق رسميا مع المهاجم النيجيري كينغسلي إيدو الذي سيوقع على عقده مع الفريق غدا أحمد خليل وافق على تجديد عقده مع الفريق رغم العروض الكبيرة التي وصلت. مهاجم الدولي حمدي العبيدي أخبر هيئة الفريق أنه يريد المواصلة مع النادي الإفريقي وبالتالي لن يتم قبول العرض البلجيكي. هيئة النادي الإفريقي لم تغلق باب المفاوضات مع المهاجم بسام الصرارف والتحاقه بالفريق ممكن. خبر التفاوض مع لاعب الوسط مالك بايو غير صحيح ولم يتم الاتصال به من أي طرف من هيئة النادي الإفريقي ظهير الأيسر محمد أمين الحمروني تحول منذ الأمس للعاصمة صحبة وكيل أعماله وسيجتمع ظهر اليوم الاثنين مع مسؤولي النادي الإفريقي وحصول الاتفاق بين الحمروني ومسؤولي باب الجديد وارن جدا خاصة وأن اتصالات انطلقت منذ مدة يذكر أن مفاوضاتنا الحمروني ومسؤولي النجم الساحلي الأمس سقطت في الماء رسميا أبرز الفرق التي ستشارك في كأس الكونفدرالية 2024-2023 النادي الأفريقي لأولمبي الباجي من تونس مولريه وهران جمعية الشيف من الجزائر الفتح الرباقي نهضة بركان من المغرب الزمالك فيوتشر من مصر أبو سليم الهلال من ليبيا ليفرز يونيت من نيجيريا موتيما بيمبي الكونغو الديمقراطية ساردا أنغولا سوبريسبور الجنوب أفريقي زيسكو يونيت من زامبيا